احنا قلنا عندنا في يونت 4 اللي هو الهالو عندنا present ايه perfect، صح؟ قلنا في استخدامات ال present perfect الفورم الاول بتاعه has plus past participle. طيب كلمات الدالة عن already عندي just عندي ever never yet. تمام، تعالى نبتدي الاول كده number one. لما اجي اقول already، already تيجي للتاكيد، يعني انا لو جبت لكم يا شباب جملتين، اول واحده بتقول لي ايه؟ he did his homework. ادي جمله، معنى الجمله ديت ايه كده؟ ان هو بيقول لي حدث في الماضي وانتهى خلاص ملوش تاثير. انما انا عاوز استخدم already، هقول لك ايه؟ he has just sorry he has already sorry he has already done his a homework. هو الحدث فعلا ماضي ولكن نريد التأكيد عليه، يبقى أنا عاوز أأكد لك إن الحاجة دي إيه؟ خلصت. أقول لك والله he has already done his a homework. just برضو يجي يقول لك إيه؟ he has just done his homework. معنى الجملة دي ايه؟ ان ده fresh action، حدث fresh، حدث لسه خالص. he has just ايه؟ he has just done his homework، لسه عامل واجبه. اللي هي ممكن برضو انا جاي احولها للباست سامبل. نقوله ايه يا حسين؟ he did his homework اول حاجه short time ago، ادي واحد منذ وقت قليل. ثاني حاجه ممكن اقول moments ago، المهم ادخل ago في جمله moments ago، او الثالثه minutes ايه ago، هي اخر واحده معايا ممكن اقولها minutes ايه ago. اكتر من كده ما ينفعش بقى، يعني ما تساويش معنى جاست. جاست دي حاجه لسه خالص، ده انا لسه شايف احمد مفيش ثواني مفيش دقائق، حاجه خالص. he did his homework اللي هي equals الايه؟ he has just done his homework. I have just met احمد. خدنا كمان كلمه ever، وقلنا ever تيجي في حالتين. اول حاله في سؤال تسال عن خبره سابقه، فأقول لك كده have you ever ridden a camel، عمرك ركبت جمل؟ دي خبرة سابقة. أو أقول لك كده this is the best movie، ده أفضل فيلم I have ever watched، ده أفضل فيلم. يبقى جبت صيغة مقارنة من النوع الثالث اللي هي سوبرلاتيف، وبعد كده جبت جملة I have واستخدامها إيه ever، معناها من قبل برضه. يبقى يا إما في سؤال يا إما في جملة زي ما إحنا قلناها كده. طب في حالة بقى never، never بتدل على إن الحاجة دي عمرك ما عملتها، يعني هيقول لك إيه I have never سين علي، دي تنفي رؤية علي مطلقا، يعني طول حياتك. إنما الكلمة اللي جاية بقى ركز فيها اللي هي يت، تيجي في شكلين برضه. أول جملة منفية اللي هو I haven't، أنا عاطي معادلة علي
فابويا بيكلمني، يا يعني شفت علي يا ابني؟ لا والله I haven't met علي yet. يبقى الفاعل منتظر حدوثه في اي ايه لحظه. I haven't met علي ايه yet، المفروض كنت قبله او انا على ميعاد، لسه ما بدأناش. في مشكله كده شباب؟ نيجي بعد كده. في سؤال برضو اقول لك كده ايه، هاف، انا بسالك برضو، هاف يو سين علي يت؟ شفت علي ولا لسه؟ شفت علي ولا لسه؟ تمام، يبقى مش معناها بقى ان انا عمري ما شفت علي، لا، انما هاف يو ايفر. ثانيه واحده، نعم بتقول يا حسين؟ ايوه، مين عنده سؤال يا جماعه؟ ايوه انا. اتفضل. مش المفروض ان اليد دي بتيجي في اخر الجمله النكسه؟ طب ما انا جايبها جمله منفيه اهي، انا قلت لك ليها حالتين. بس تحت سؤال. لا، تيجي في سؤال في الاخر برضه. تمام ماشي. ماشي، في الحالتين صح، اخر الجمله المنفيه في المضارع التام، أو في سؤال في المضارع التام برضه اللي هو إجابته يس ونو. أو ممكن أقول لك كده، وات، أنا دخلت عليك كنت سايب لك واجب مثلا تعمله خمس صفحات، فأقول لك كده، وات هاف يو فينيشد يت، خلصت إيه لغاية دلوقتي؟ ماشي، يبقى تيجي في سؤال برضه. الكلمتين التانيين بقى اللي هم ايه؟ سنس وفور. سنس وايه؟ وفور. قال لي سنس وفور دول ينفع يجي مع زمانين. الاول بس عايز اديك فكره عن مجموعه من الافعال. ايه مجموعه الافعال ديت؟ في افعال يا جماعه اسمها افعال حس وشعور وادراك وفهم يعني لو قلت لك تملك يقول لك own، possess، ماشي، have اللي بمعنى يملك، ماشي، يقول لك فهم understand، يقول لك know، you realize ادراك برضه، يدرك، يقول لك شعور see، تمام، يقول لك look، سوري، يقول لك hear، يقول لك smell، يقول لك الافعال دي، مجموعه الافعال دي لا تاتي، انا هقول لك المعلومه وهروح لحته ثانيه، لا تاتي في ازمنه مستمره. يعني انا ما ينفعش اقول لك ايه I am owning a car، غلط غلط، بتقولها كده I own، بتجيبها في المضارع البسيط I own a car، أملك سيارة، ما بتقوليش I am understanding it، أنت ما ينفعش تقول كده، بتقولي إيه I understand it وخلاص، ماشي، ما يجيش معاهم ING. ده يدخلنا بقى في ايه؟ في الزمن اللي احنا كنا شرحناه قبل كده اللي هو present perfect continuous، المضارع التام المستمر اللي هو بيتكون من has or have plus been plus verb ايه؟ ING. لأن هو هيجي يقول لك اختار ما بين has و have been و verb ING و has و have مع past participle، وفي الاثنين هتلاقي بعدهم ممكن إما since أو mean أو for، الاثنين
يجي بعدهم سنس وايه وفور زياده عليهم مع البريزنت بيرفكت كونتينوس يجي معاهم يا يوسف يقول لك all day all day طول اليوم all morning وهكذا بقى all day all morning فاهم all year وهكذا يعني زيادة عليه سنس وفور أول ما تلاقي سنس وفور في الجملة ركز بقى هل يا ترى اختار مضارع تام هاز وهاف وتصريف ثالث ولا هاز وهاف وبين وفيرب اي ان جي لو أنا جيت قلت لك كده ركز I have done ولا I have been doing في الأقواس بقى my homework for 2 hours can I watch TV اختار مين ما هو في فور اهي وفور تيجي مع ده وفور تيجي مع ده واسمها ايه؟ ودو ينفع ياخد اي ان جي بمعنى يفعل. طب اختار مين بقى؟ بص يا حبيبي للمعنى مش المضارع التام بيدل على حاجه تامه بيدل على حاجه تامه. طب هو هنا بيقول لي ايه؟ هل ممكن اشاهد التلفزيون؟ يبقى هو خلص واجبه ولا لسه بيعمل واجبه؟ خلص صح يبقى الصح اختار مين هاف ايه اللي هو انت رايح لباباك بابا انا خلصت الواجب وقاعد في ساعتين ممكن بقى اشغل التلفزيون يبقى بقول لك ان انا خلصت حاجه اهو تمتها فعلشان كده عاوز ابدا في حاجه جديده انما بص المثال ده شيء يقول لك برضو has done ولا has been doing her homework so طبعا for كذا So she needs rest. أعمل إيه؟ أختار مين؟ أختار مين يا رؤى؟ هتبقى has done. طب نفكروا سوا بصوت عالي. هي خلصت واجب. هي خلصت فمحتاجة الراحة ولا هي شغالة فمحتاجة بقى ترتاح اللي هو وقفي يا بنتي هي خلصت ومحتاجة راحة ها خلصت ومحتاجة راحة لا ده هي لسه بتشتغل زي انت مثلا ايه زي مثلا ايه هو انت هو انت لو شفت ماما ولا بابا قاعدين على الكنب هتقول له بابا ارتاح؟ لا صح؟ يبقى انت هتلاقيه ايه؟ بيشتغل هتقول له بابا رايح شويه فهمت فهمت؟ انما فوق انما فوق انا جيت لك والحاجه خالصه بقول لك بقى اقدر العب اقدر العب فهمت لان انا مشاهدتي للتلفزيون ما ينفعش ان انا اطلبها منك وانا بذاكر لازم اكون مخلص الناس كلها فهمت ايوه مش. يبقى الفرق بسيط يا جماعه الفرق بصوا ممكن يبقى بسيط جدا الاثنين فيهم فور والاثنين نفس الجمل انما المقصود ايه هنا مثال تاني يا ترى يقول لك ايه اي
have no علي. I have known ولا have been knowing علي since 2016. هتبقى have known. have known ليه have known؟ لأن ده فعل ما بيجيش في ING خالص، ما ينفعش اقول I have been knowing دي ابدا. انا اعرف فلان زي فعل التملك معايا يلدز. مع حضرتك يا مستر. طيب نيجي بعد كده يقول لك ايه بقى؟ علي hasn't eaten out since he was in Cairo. علي ده ما كلش بره، بره البيت يعني، تمام؟ since he was in Cairo، منذ أن كان في القاهرة. طب نيجي نفكر كده، هو القاهرة دي يا جماعة حصل فيها ايه؟ ان علي ما كلش ولا علي كل لاخر مره؟ لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. تحروجه يا احمد، احمد محروجة ايه؟ المايك سايلنت. ايوه مستر سامعني كده؟ ايوه سامعك كده. ايه اللي حصل في القاهرة اخر مرة مع علي؟ ان علي ما اكلش من من اخر مرة كنا في القاهرة. لا يعني حصل فيها ايه تحديدا؟ المرة الاخيرة اللي علي كل فيها بره، صح؟ صح. بعد كده ما كلش بره، يبقى المره الاخيره. فهو يجي يقول لي استخدم كلمه ريرايت ايه؟ لاست. فانا قدامي حالتين، يا اما اقول له ركز يا شباب، ركز يا يوسف، ركز يا حوف، اي لاست اللي هو سوري علي، علي لاست، واحول المضارع التام ده علي lost eight out in Cairo. ما هي هي، ولا لما اقول لك اخر مره اكل فيها كانت في كايرو، مش هي بتساوي لم ياكل في الخارج منذ ان كان في القاهره؟ هي هي. يبقى انا ممكن يا جماعه اودي المضارع التام انقله للماضي البسيط والعكس. المهم افهم المقصود ايه من الجمله، افصصها. ايوه حوف مستر، هو انا ينفع اجاوب السؤال ده بصيغه ثانيه؟ يعني اقول مثلا ذا لاست تايم. ايوه ايوه ما انا لسه هقول الطريقه الثانيه، انا قلت طريقتين. طيب تمام ماشي، انا قلت دي اول طريقه، ان انا اجيب الجمله نفسها واحط معاها كلمه ايه؟ لاست. يبقى علي لاست ايت اوت ان ايه؟ إن كان. أو اللي هو بيقول عليها بقى النجم ذا لاست تايم، ما هو ذا أهوت ولاست أهو، بس هي ذا لاست تايم. طب آخر مرة ذا لاست تايم إيه؟ إن علي إيت إيه؟ أوت. ما أنا مش هكتب له لاست ديت بقى 100 مرة، هو أنا قلت لك أهو ذا لاست تايم، إعرف بقى ذا لاست تايم حصل فيها إيه لاست تايم ديت؟ علي ايت اوت كانت امتى؟ was in China، كانت بالقاهرة. يلدز وروعه كانوا بره، ف
فآخر مرة تصوروا فيها تمام كانوا مثلا في البارك. يبقى أقول لك كده بطريقة أهو، أول طريقة they lost had a selfie in the park اللي هي equals برضو في الباست سامبل the last time آخر مرة، آخر مرة حصل فيها إيه؟ The last time they had a selfie was in the park. الطريقة الثالثة بقى بالمضارع التام، أجي أقولها لك. يحكوا لأصحابه يا فلانة ده إحنا ما تصورناش خدنا سيلفي ديت منذ ما أخدناش سيلفي. يعني دي آخر مرة حصلوا على السيلفي. من يومها بقى ما حصلش إن خدوا سيلفي. يبقى نقولها في المضارع التام بقى حاجة ما حصلتش حتى الآن. يبقى they haven't had a selfie. طب من امتى؟ منذ امتى؟ since they were in the park. لما كانوا في البارك. يا رب تكون مفهوم. اللي عنده سؤال فيها يقول. ها دوما تمام ماشي. بعد كده يقول لك ايه اي have lived here since 2015. معنى الجملة ايه؟ ده بيتي خلاص. كنت في بيت تاني بقى فعملنا ايه؟ كان في عفش هنا فخدنا العفش ده وديناه هنا. العملية دي اسمها ايه يا جماعة؟ ان احنا moved صح؟ انتقلنا. النقل كان سنة كام؟ واحنا لسه بننقل ولا احنا عايشين؟ يلدس يلدس ايوه ها احنا لسه بننتقل من 2015 احنا عايشين عايشين يبقى ده الحدث اللي موجود اه. فانا ممكن اقول لك ايه اهو انا قلتها اهو I have lived here since 2015. طب ما اللي هي equals ايه بقى؟ I move here. انا انتقلت ايه؟ انتقلت هنا انتقلت ما انتقلت غير عشت. انا لسه عايش هنا انما النقل انا خلصته. يبقى I moved here اجيب السنه دي واقول معاها ايه؟ in. Yeah, يبقى in 2015. لان من الكلمات الداله على الباست سمبل ان انا اجيب in وبعدها سنه ماضيه. طب ما قلتهاش كده. اقولها ازاي؟ طب ما انا ممكن اقول ايه؟ I moved here 6 years ago. 6 years ago. ممكن 4 6 years ممكن ايه 4 6 years. لا ما ينفعش 4 بقى خلاص قلنا 4 لا ماشي ماشي مستر ايوه مش هي في حاجه اسمها I moved here مش يعني ما تحسش ان هي راكبه كده مش المفروض تبقى I have moved
بدل I moved have. هو الماضي البسيط بيعبر عن ايه؟ حاجه حصلت في الماضي وانتهت. وانتهت. طب هو ايه اللي حصل وانتهى؟ المعيشه ولا النقل؟ النقل. بس خلاص جبته باست سمبل. بس هي هنا كده يعني مظبوطه. طب انت يعني عايزها تبقى ايه؟ اصلا حاسس ان هي مش راكبه كده. I moved have. ده مش مكعبات يا ابني. طيب دلوقتي ايه الفرق بين الماضي البسيط والمضارع التام؟ المضارع التام انت بتقول لي هو مش انا اصل الكلام ده، حوفي اللي معايا صح؟ ايوه. وانا حوفي مش بقولها في العادي كده I live in Cairo صح؟ ايوه. انا هنا ما ذكرتش مده، انا بقول لك على الوضع اللي انا فيه. طب تعالى كده نطور الجملة شوية، هقول لك كده، فأنت عايز تعرف عني معلومات، فتقول لي وأنت عايش من إمتى؟ فأقول لك كده I have lived here since 2015. ماشي؟ تمام. طب يعني معنى كده إن أنا كنت في بيت، ما انا راجع عندي 36 37 سنه، كنت في بيت ابويا مثلا فاهم، فنقلت البيت صح. الحركه اللي حصلت دي لسه بتحصل ومستمره كمان، اللي هو مو ده ان انا بنقل. المفروض تكون انتهت. تكون انتهت صح، يبقى خلاص باست سمبل. مفهومة ولا لسه؟ ماشي، بس مش ده اللي انا كنت بتكلم فيه. احنا قلنا هنا طب اديك مثال تاني. طب بص مثال تاني. صلى على النبي. معايا موبايل معروض في باترينا خلاص، الكلام ده كان من سنتين 2 years ago صح؟ بالعادي انا بقول لك كده I have a mobile، معايا موبايل يا جماعه صح؟ ماشي. طب تعالى نفسر بقى الموبايل ده. من سنتين انا رحت المحل عطيت للراجل الفلوس والراجل اعطاني الموبايل صح؟ تمام. يبقى هقول لك I bought ايه؟ ها؟ ده موبايل امتى؟ 2 years. لا مفيش 4 بقى، 2 years ago صح؟ ماشي تمام. طيب بعد ما اشتريت ايه اللي حصل؟ قال لك اللي حصل فعل جديد، ان بقى مستر محمد يملك الموبايل صح؟ اه. ففي الوضع الحالي هو بيقول انا معايا موبايل. طب واحد قال له لا انا عاوز اعرف الموبايل ده بقاله قد ايه معاك، اتكلم على المده الزمنيه، فيقول لي كده بقى مستر محمد I have this mobile املكه for two a years لمده عامين. هو انا بعد ما اشتريت في علاقه بيني وبين الراجل اللي اشتريت منه، ولا العلاقه انتهت بالبيع والشراء؟ انتهت. انتهت. ايه اللي موجود دلوقتي؟ فعل جديد يملك، من بعد ما اشتريته ودفعت اصبح ان انا املك. فبتسالني عن مده الملكيه، فساعتها اقول لك ايه؟ ما اقولكش I have a mobile for 5 years. غلط. I have had the mobile for 5 years، لمدة أملكه الموبايل ده عايش معايا 5 سنين. واصلة ولا لأ؟ هي يعني بدأت. ماشي. آخر مثال عشان إيه؟
نقضي عليها بقى، اديلها القاضي. بابا وماما اتجوزوا، يبقى هنقوله كده زي got married in مثلا نقوله ايه 2000. تمام. اما بابا وماما لسه بيتجوزوا يعني لسه المأذون قاعد وبيكتب؟ لا ده خلاص مضوا وبتاع وفاهم، صح ولا ايه؟ تعالى بقى اسالك، هم بقى لهم متجوزين قد ايه؟ فانت هتيجي جاي قايل لي كده زي هاف بين ماريد سينس منذ 2000. فترة الجواز دي مستمرة من سنة كام؟ 2000. إنما الأكشن نفسه اتعمل سنة كام؟ بدايته 2000 بس. لعبت ماتش كورة، الماتش ابتدى من ساعتين، الساعة 7 ابتدى من ساعتين، إنما إحنا لسه بنلعب، يبقى إحنا لعبنا لمدة قد إيه؟ ساعتين. في فرق بين بدايته في الماضي، البداية دايما في الماضي. ماشي؟ بس طب احنا لو شلنا في الجملة الأخيرة دي since 2000 بدلنا ما بين have وبين، قلنا زي بين have married. غلط. ايه بين have married دي؟ طب ما حلو، ما انا ده اللي انا بتكلم عليه، اللي هو زي moved have. يا ابني بين ده تصريف ثالث. طيب مارد هنا صفة متزوج. أنا قصدي اللي هو مش لازم تبقى هاف، تيجي بعد ال زي السبجكت. هاف تيجي بعد السبجكت؟ اه. طب ما هو دي السبجكت اهو. ماشي. فوق كان جاي بعد الفيرب. تعالى نشوف الكلام ده فين؟ فوق خالص. ايه؟ اللي هو اهو، انزل تحت سنة، اللي هو I have lived. لا. I live. مش عارف هو كده. هو كان موجود I moved have. ايوه يا حبيبي I moved here، انا انتقلت فقط، انتقلت، انما انا جايب فعل تاني اللي هو يعيش. ما انا ساعه ما نقلت بدات اعيش في البيت خلاص، يعني انتهى النقل، انا كان لازم انقل السرير والسفره وبتاع عشان اعرف اعيش. انت بقالك قد ايه في التعليم؟ نقول 12 سنة مثلا يعني. ماشي خلاص. إنما أقول لك بدأت تعليم إمتى، هتقول لي بقالي 12 سنة. بدأت هتقول لي سنة واحدة. تمام. إنما بتعلم بقالي قد إيه، هتقول لي المدة الزمنية من ساعة ما بدأت لغاية النهاردة. شوف كده شباب ايه، لا سف للإطالة ولكن الإطالة الشباب. نفتح الملزمة بقى بس على يونت 4 يا جماعة، في الفاميلي هنربط الاثنين ببعض. الو مستر، ثانية بس يا حبيبي بفتح الملزمة. اقدر اشرب مية طبعا من حضرتك مطلع. نعم هروح اشرب مية من المطبخ لحضرتك مطلع.
سوري. يونت 4 دي تقريبا في الفاميلي يا جماعه، في الام هاي قصدي. ها أو في الجرامر أو يلدز، شوفوها بيج كام دي يا جماعة عندكم؟ كام يا مستر؟ 68 يا مستر. 68 ماشي. سهل. لا 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 مش 68، ثواني ادور عليه. تسعة وسبعين. 97. سبعة وتسعين صح؟ سبعة وتسعين ام هاي ولا هلو؟ ام هاي. ازاي يا مستر الحجز كان 53؟ يا عم بس امشي معايا اللي انا فيه، امشي بس. صح؟ اه 97 ماشي نكمل. يلا يا يلبس. I also sport began in front. بيجان ليه بيجان؟ لانه بيقول لي ان بدات، بدات طالما بدات باست سامبل، بدات يبقى باست سامبل على طول، مش حاجه اسمها هاز بيجان الا لو هتقول لي انتوا بداتوا الدرس. اه والله وي هاف اوريدي بيجان، يعني في حالات استثنائيه. اه بالفعل بدانا. 2 مايك اي هيز واليت سو هي didn't have any money. And has lost. Has lost. ليه has lost؟ الأثر موجود. أثر موجود. آه تمام. رؤى بنتي رؤى. Kim is upset because she ate her mobile phone. يعني هي غابت علشان موبايلها. هي حزينة زحلانة. ها because إيه؟ عشان ضيعت تليفونها. ايوه يعني ما فيش دليل. دليل ايه؟ ما هي ابسط قدامك اهي بتعيط اهي زعلان. يبقى has lost. has lost. عارفه لو ما قالكيش ابسط قولي lost.